الكنديرو لانجليسبي سنة 1957 نموذج لتوزيع الروابط التكافؤية، يعتمد على التنافر بين الأزواج الإلكترونية، يبرز من خلاله الزوايا بين الروابط وأبعادها، ويمثل كل جزء بصيغة تعرف بالصيغة الرمزية. الصيغة الرمزية من الشكل A X N E M، حيث A هي الذرة المركزية في الجزء، X هي الذرات الثانوية في الجزء، N هي عدد الأزواج الإلكترونية الرابطة للذرة المركزية، و M يرمز إلى وجود M زوج إلكتروني غير مرتبط في الذرة A. إذا كان N زائد M يساوي 4، فإن الجزء له شكل هرم رباعي تتوسطه A ورؤوسه الذرات X. مثال على ذلك، المثال CH4 في تمثيل لويس، الكربون عنده 4 روابط. نلاحظ أن عدد الأزواج الرابطة بالنسبة لذرة الكربون 4، وبالتالي N تساوي 4. نلاحظ أن بالنسبة للكربون لا يوجد لديه زوج حر،